كيف الحال؟ إن شاء الله تكون مرتاحين. هارلي ديفيدسون ريموت أكسس مع مفتاح عشان تقفل السكان. طبعا أنا أول شيء ما عجبني إنها قفلت السكان، بس هو صراحة زي كل جميع بعد أمريكا نشوف مع بعض. طبعا قفلت السكان مفتاح عشان شيء كنت عدلة أو كذا، يعني راح داخل فتقلصت يدي عشان أردها طالعة. فالمهم فالمفتاح بالمخبر، نشوف مع بعض السيكل الجميل. نشوف الصوت. طبعا اول ما شغلته احس الصوت يا اخي تحس انه مو هار. طبعا نفس ماكينه السبورت سيكل جميل صراحه. ناخذ لفه على السيكل وصعد نجرب. طبعا صعدها لما نحط ريلك على الجهه اللي فيها السناده، على السناده اللي تحت حق الريل كذي، وشقع ارفع ريلك الثانيه وشقع بالسياكل العاليه، سياكل ادفنشر. اذا انت شويه في قصر قامه كذي صعد. شوف الريل في شفسه، يعني الارتفاع زين بالنسبه لي. طبعا في مودلز منه قاعد تنزل، شوف مع بعض المشوار. GPS traction, then you feel tire gauge, neutral, signs كلها موجودة. The modes model, riding. لازم تجيب تطبق ونسوي cruise control. جميل صار. لا برافو هذا. هاي adjustable windshield. يعطيك الجير اللي انت واصل عليه، شيء حلو صراحه. معظمهم قاموا يسوون هالحركه. يلا نطلع على الهاي واي. فيري سموث، فيري باورفل. طبعا حطيت المود، لا اكشلي بحط المود الحين اوفر، المود اللي كنت حاطه رود. طبعا المود اللي حطيته اللي هو كان على الرود، احس السسبنشن كان شويه ارض تحوش مطب، تحوش حفره، تحس يعني كذي اهتزاز شيكي شيكي، فمثل يعني كايند اوف تف. نجرب الحين. طبعا كل شيء ايزي اكسس. شوف على الهوم ما خليك تتحكم بالسيتنجز اذا انت ماشي، يعني فور سيفتي. فاحنا بنروح على سيتنجز بالرايد كستمايزيشن، بالرايد مود، بقول له اوف رود اون سبورت اوف رين اوف. وبس والله كانت طبعاً ما ودي أدوس لأن أدوس السسبنشن إز مور سوفت. الشيء اللي يضحك بالموضوع انه وانا قاعد اجرب على الرمل وقلت انه ما ابي لانه مو سيكلي وكذا، كان يدق علي مدير الهارلي يقول لي ها متى ناخذ السيكل. صدفه كنا يدري داش رمل. جميل
ما فركته بالنظام الحين وبدي شوف صوب ستيبل وحقيقكم هارلي ديفيدسون بس الشكل هو يبي له تعديلات هذا المنظر لأن المنظر هلي أحلى من هذا المنظر والعين اللي تاكل يعني لازم يكون شكله قوي بيوتيفول موتور بس طبعا السسبنشن قلنا كان هارد لما كان على الرود اون طبيت فشت بطب حسيت الطقه بضهر وطبعا هو تانكي واصل للسيسمه فحسيت الدبدبات فاضطريت ارجع لورا يعني عشان الجسمه لا يكونش التانكي ثانك يو المهم ما ادري اذا سجل الا حراره حسيت حراره الحراره هني الهواء قاعد يطلع على الفود صراحه شكل جميل برافو هارلي ديفيدسون انتو كده يعطيك الستاند وطبعا إضاءة السيكل كانت شيء غريب وجميل طبعا لازم يتميزون إن يسوون ثيم غير عن باقي السياكل تريد مارك مع الهارلي ديفيدسون شيء مميز طبعا حتى جرب الكروز كنترول صار الكروز كنترول فزة السيكل شيء مفيد تسارع وايد قوي فجأة على 160 لا لا صراحة الوكرين خفة وايد أما بالنسبة للجريبس الجريبس نفسها صار وايد يمكن متعود على السيكل مال الجي اس فلذلك حسيت صراحة سيكل جميل وصلت البيت قلت اطلع شويه اوفرود بعد زياده نجربها ونجرب الوقفه المشهوره على سياكل الاوفرود الوقفه هذه ضروريه اذا انت داش رمل داش مكان وعر لازم تكون وقفتك سهله الوقفه على سيكل كانت سهله بس يمكن بالنسبه لطولي انا كان لازم شويه يبي له ريزر للسكان عشان يناسب طولي بس الوقفه سهله ولام السيكل من التانكي شيء جميل شوف سهالة لا صراحة سيكل ناجح خفيف طريف ولو انه في شوية حرارة بالمكينة طالعة عند صوب ريول يمين ويسار ولكن برافو هارلي ديفيدسون ذا ميدل يس ذا ميدل كاي ربع